وصل سكان العالم إلى أكثر من 7.5 مليار نسمة. الصدمة، وفعلا صدمة، إن أكثر من 5.5 مليار غير مسلمين. خلونا نوقف هنا ونتابع مع بعض هذه اللحظة. أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أبي طالب وللأمة جميعا: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. واجبنا اليوم أن كثر ما نقدر نحاول ننقذهم ونوريهم نور الإسلام بمشروعنا الدعوي اللي داخل ديرتنا الكويت. ساهموا معانا ولكم الأجر من رب العالمين.